لك هي تجاوزت القانون وتجاوزت كذلك حقوق الإنسان وقت تقوم بعملية التشهير وأعطاء أسماء، وهذه غاية في التجاوزات. اليوم قالت كلام اللي هناك مساجين ستنفجر، وهذه أنا نعتبرها ونعتبروها الكل احنا كأمنيين، اللي هي رسالة مشفرة قدمتها إلى جهة الله أعلم شكون، أو إلى مساجين معينين حبت توصل لهم الكلام هذا. وقت تقول أنت تتهيأ للتفجير معناها فما تحذير هي في بالها به، يعني فما ناس خطت للتفجير وهي قاعدة في بالها، حتى أمنين يلزمها تعلم، ما علمتش. أنت في بالك بمعلومة فما انفجار باش يصير في السجن وساكتة، هذه تعتبر مخالفة القانون، وإحنا راقدين هزنا النوم إحنا في السجن إذا كان فما تحذيرات لتفجير ولا فما تحذيرات، يعني إحنا جهاز راقد هز النوم وجهاز مخالف القوانين. هذه المشكلة، هذه كبيرة ياسر. أنا نقولها اللي يا سيدة رئيس الجمعية راك تجاوزت القانون بكل ما أتيتي من قوة، لأنك هنا وقت اللي تحكي على التعذيب عندك الحق أنت باش تتكلم، لكن يلزمك تتكلم أولا بملفات بمنطق حقوق الإنسان، لكن ما نينيش احنا حقوق الإنسان إذا كان هي الإنسان اللي دافع ليه هو إنسان عنده مواصفات معينة، دونك احنا خارجين على حقوق الإنسان أكيد معينة. جدا، لأنه الإنسان هي منظمة حقوق الإنسان راهي تدافع على كل الإنسان سواء كان حتى منحرف، مواطن عادي، مواطن أمني، وجندي، طبيب، مهندس، معلم، خضار، هي يتبع منظمة حقوق الإنسان. وقت اللي أنت تجي تشهر بالأعوان وتجي تعطي الأسماء إلى جهات أخرى أصبح العون ذاك مهدد بالقتل، يعني أي عون أو باش يتعرض إلى اعتداء أو إلى أي حاجة مكروه، العون من أعوان نحمله جمعية حرية وإنصاف المسؤولية الجزائية كاملة، لأنه الكلام اللي تقال سبنا احنا مشاكل كبيرة، ضغط نفسي على العوان متاعنا، العوان متاعنا وليت تعمل وهي في حالة نفسية هذه سيئة وإحنا ما يساعدناش.